وعدنا مع الناس في ريف مصر كله ان احنا هنعمل 3 مراحل، بس بيكم ان شاء الله بكل اللي بيتطوع او كل اللي بيعمل معاكم، يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحيه وبقول له انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي. وانني اؤكد لكم بكل صدق وتجرد اننا ورغم كل الصعاب سنمضي معا، ليس فقط لعبور الازمه ولكن لصناعه مستقبل باهر باذن الله.